الصيادلة والفقارة اسم ولاد الشعب الدراوش لي عايشين بحالنا بيناكم تجاوبون على سؤال فمكم انتوما بغينا نعرفو غي واش عصابة ولا حكومة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في نهار جديد وموضوع جديد. موضوعنا اليوم هو موضوع مثير للجدال يعني موضوع الساعة. كيف كتعرفوا هذه شهر كان خرج واحد ديسك ديال الراب سميتو عاس الشعب يعني كان دار ضجة في البلاد يعني كان شاركوا فيه ثلاثة ديال الناس انا المواطن المغربي اللي عمقت وجرحوا انتم انا اللي بايعت وتباعت انا اللي طيقت وتخانيت انا اللي جبت الاستقلال وعمري بما حسيت واخا سيدي هذه واحد الايام يعني خرج ولد القرياب واحد صريح انتم كي كتسمعوا واحد انا اللي خوفني هو نخلي ولادي ونمشي نسكن في الحباسات ونشبع ترانسفيرات انا نولي سنديبات ديال السجون علاش على شي حاجه ما عرفتهاش انا واش غلطه ولا هي اصلا صحيحه انا ما عرفتش شنو كاين واحتراماتي للشعب كامل انا اللي خليت ولادي مشيت للحبس ما كاينش اللي يربيهم لي كاينش اللي كيعقل لي عليهم وانا كاين موجود يعقلوا لي عليهم وانا ما كاينش زعر خرج بواحد التصريح كنشوفو علاش نقول لك كادو انما هي ضربه ما كنتش كنساينها وما كانش كيساينها حتى القناوي وما كانوش كيساينوها الناس اللي تقوا فينا واللي تفاعلوا معنا واللي وقفوا معنا واللي بفضلهم اننا ما طرتناش بزاف ديال الحوايج الا المساله اللي كتبت على 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 القناوي اللي كانت بسبب اللايف نيت داك الناس الكبار اللي ما اللي كيعيطوا لك ناس كيقول لك راه امك سمعت الاغنيه وبقات كدعي معاكم هذوك هما الناس اللي فكرت فيهم كيفاش غادي يدخل عندها ولدها ويقول لها حقا راه داك الدراري داروا لنا كاميرا كاشي ولكن المفاجأة هي اللي حصلت اليوم خلينا نفهموا كل شيء اش وقع وعلاش ولد القرية يعني خرج وقال للشعب اغنية على الشعب كانت غير كاميرا خفية خلينا نشوفوا هذا الفيديو لي شافكم في الخسران السلام عليكم انا الشاي استحمل درويش فين نقولكم معكم ولد القرية في الخسران حنا لسان الشعب الناطق ولا الخائن اللي كتسميوها عليا هاني يقولوا اللي بغيتي المهم جينا باش نوضحوا شنو كاين هذا النهار ولان الحمد لله تسلت المهمه ديالنا على ما يرام وخا خسرنا فيها واحد 3 ايام ديال الصبعه طاحت ما كاينش مشكل ولكن الحمد لله داكشي اللي خسرنا على اللي نربحوه علاش حيت هذاك واحد القصه انتم ما تعرفوها بالتفاصيل ديالها دابا اضطرينا باش فهمتني واحد فينا يضحي اللي هو ولد القرية لانه هو اللي جا في الواجهه دابا باش نفرشوا المفسدين وصماصرة الضمير في هاد البلاد هادي يتفرشوا ما كاينش مشكل نهار اللي حنا الطراك ديال عاش الشعب اول حاجه الحريه للقناوي حنا داك الطراك ديال عاش الشعب وجاو كيقلبوا علينا وخرجنا من ديورنا حنا وخرجنا باللايفات وقلنا لكم كيقلبوا علينا وجا الاعلام وهضروا علينا قنوات بحال بي بي سي بحال بزاف ديال القنوات بحال اخ معتز مطار بحال بزاف الناس تحياتي ليهم هضروا علينا وهضروا ناشطين حقوقيين ناشطين جمعويين اللي هضروا للصالح ديالنا حنايا تحبس علينا الاوشيرش وكذبونا ويا عجبا بزاف الناس ساقت باننا حنا فريمون بغينا نديرو غير البوز نديرو الشفشاره ونديرو هادي ونديرو هادي ونديرو هادي هو العكس هو الصحيح داكشي اللي قلنا هو اللي كان ولكن ما كانش عندنا البران مور داكشي هذاك كنوقعنا لواحد فهمت تعرضنا لواحد الضغوطات من هنا ومن هنا صغير من هنا شد من ليه راكم عارفين داكشي هذاك صبرنا له من بعد داكشي دخلنا في التسمصير في بيع بيع ما تبيعش كنخرج وقلت لكم راه جا عندي فلان وفلان وقالوا لي ما عنديش دليل انت كذب اشكون انت وشكون عايش ليك فهمتيني وعن تحاسب تهمه التشهير وداك الشيء هذا كامل تقلب عليا انا وما عنديش الدليل اضطريت باش نضحي براسي واحد 3 ايام ولا 4 ايام ونخرج بداك الشيء اللي هما عطاوه لي وقالوا لي قولوا نخرج نقولوا حداهم فهمتيني ونجلسهم حدايا باش يكون اكبر دليل عليهم ونقول داك الشيء هذاك حتى نوصل لواحد الدليل وبرهان قاطع البرهان القاطع اللي هو
اول حاجه هذا اوتوريزاسيون خليه بالباك شوفوا. المهم الدليل هذا وصل البارح 3 بشهر 1 2020 وصلنا على الجيميل امبريمينا راه خي حي عليهم. شنو اشهد ان المواقع اسفل السيد حاتم حجي بصفتي مدير نشر الوكاله المغربيه للنشر والتحقيقات الصحفيه ان جريدتنا تعتمد السيد يوسف المحيوت الحامل بطاقه التعريف الوطنيه رقم هذا كمراسل صحفي بجهه فاس مكناس ونسلم هذا الاعتماد للادلاء به عند الاقتضاء والحاجه امام السلطات المختصه لممارسه مهامه. هذا اوتوريزاسيون ديال التصوير باش ندير التورناج في اي بلاصه. ها هو على دات كلشي هنايا. هذا الشيء راه ماشي غير الجورقات اللي كاينه، راه تيت ان بريما وكاين عند دري صحابنا كاملين تقريبا نصف خبعنا عند الدلائل هادو. ومنين سالينا الفيديو تعطات لي واحد البركه قالوا لي شريها حلوه للوالده البوناني. ها هي المهم كتاكلش فلوس الحرام، حنا ما كناكلوش فلوس الحرام. ها هي دي تاني خبعتها، ولكن دابا ولات حلالا طيبا نرضى الجيب. كل شيء الحلوى المهم رضا بالسكر سي حجي كتاكلش الحلوى. شحال شحال تما؟ 2000 درهم ياك. شوف منين جلسنا للطبله البيع شنو قالوا لك؟ قال لك اسمع عاود قريا هادشي اللي انت غادي فيه كدا كدا الشعب ما يعرفكش ما يدير لكش. ديك الاسطوانه اللي قريت اللي عطاوني قريتها عليكم هي هذيك الاسطوانه اللي سمعت انا. غيوقع 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 حسن فهمتيني بر راسك من هذا الشيء باش ما يوقع لك والو. وحنا بدينا المسيره بثلاثه بينا واحد راه في الحبس وجوج باقيين كيدقوا على برا على ولاد الشعب. حنا هذا نرجعوا قال ما نرجعوا. قال لك الا عطيناك واحد عطيناك انت واحد المبلغ كبير ولا درنا معك شي حاجه دابا تبان عليك ولا بانت عليك كل شيء يقول لك فهمتيني بعد فيه وكذا لهذا تخرج بهذا التصريح هذا والناس تقول هذا خاف بغى يربي وليداته وكذا وخاف وهادي وكذا ورجع للور وعتدمس القضيه وها اعتماد ديالك صحفي عندنا ومن بعد غنديروا معك واحد الحلول مزيانين اللي يضمنوا لك العيش القار ديالك. مراسل صحفي بصيفتياش خارج من قسم الثامن وضرب بطايون ديال الحبس عماره ديال الحبس بكونسيج ديالها ضربتها. مراسل صحفي مراسل صحفي راه الناس كتقرا عليها 3 سنين وستاج ومصيبه ما كتوصلهاش. نجي نشدها انا باش من ضميرها نخدم فيها. ما نكذبش عليك الساعه اللي تحطيت في داك الامر هذاك بقيت كنشوف كندير نفرج داك المفسدين. ما عنديش كندير ما عنديش سنيسله فيها كاميرا ما عنديش حاجه اللي عتبت لي. شنو خصني نمشي معاهم في الخط ديالهم حتى نجيب الدلائل هادو عاد نخرج. ما كاينش مشكل صبرنا وضحينا وشرط عليهم واحد الشرط باش يبانوا معايا في الفيديو باش نحطهم امامكم في الصوره باش منين نخرج. دابا ما عندهمش كيديروا ينكروا ولا يقول لك لا ماشي حنا. عطيتهم امامكم في الصوره كيشوفهم في الفيديو والدقريه ود الشعب في الوسط. او الاخر من هنا فيل وخريف دايرين مع فهمتيني دايرهم بجنابي باش نحطهم الامر الواقع باش ما عندهمش فين يهربوا مولات الشعب. هادو هما سماسيرات الضمير القاسمي ديال علاش تي في هادو اللي جاو عندي وحاسم حجي ديال موقع لونكيت.ma ومدير ومدير شنو مدير نشر الوكاله المغربيه للنشر والتحقيقات الصحفيه. شي هاد الناس اللي كيخرجوا بالتصريحات الصحفيه وكيقولوا بانهم كيدافعوا على الشعب راه هما اللي كيشريو ولاد الشعب. دابا كيقال الله عز وجل واتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ها البرهان ديالنا فين اين المفر فين غتهربوا؟ واش هكا كيديروا كيشريو ولاد الشعب؟ ولكن الحمد لله طاحوا في واحد الثلاثي اللي جامع يتباع وجامع يتشرى. داك الناس اللي قالوا علينا باننا فهمتيني بان القريه خائن كدا حنا صبرنا لداك الشيء هذاك. علاش صبرنا لداك الشيء؟ باش نجيبوا لكم هاد الدليل هذا باش تعرفوه. وفي نفس الوقت حسيني واحد الانرجي في التمثيل بانني زعما تبارك الله علي راني ممثل بارع ما يتسنيش. لهذا انا كان سميت هذاك نبيل عيوش وفريده برقيه راني حداكم لبنت شي بليصه. راه عندي الاتقان في داك الشيء. تحياتي لولاد الشعب داك الناس اللي سبونا راه عندهم وطنيه عندهم ضمير وبيس ليهم. وهكاك عاملوا الخوانه هكاك بغيتكم تعاونوا الخوانه هكاك بغيتكم تسقطوا هاد المواقع هذا الخوانه ديال بصح هادشي اللي غادي نقولوا لكم. الخرجه اللي خرج في الزهر كينتقدني راه ضروري كيخصو ينتقدني باش تكمل العمليه على ما يرام باش انت الا كلينا الدق بجوج ما عندكم يعني ما عند الشعب كلينا الدق بجوج ما ربما ما كانش يبقى عندنا الوقت
فين نديروا هادشي. احنا علاش مبازين؟ مبازين على حاجه وحده هي الثقه ديال الناس فينا. الفيديو اللي عطاوني هضرت فيه داك الورقه اللي حفظت وقلت لكم الا رجعتي شنو قلت لكم؟ قلت لكم تسناو القنبله 2020 فهمتيني، ولا هضرت معاكم وكاين واحد الناس فهموني، راني قريت لواحد كومونتير الناس فهموني ملي غمزت وقلت لكم تسناو القنبله 2020 يعني هادشي راني غير سيناريو حافظو تسناو باش نجيب لكم في الطريق. حنا واحد الناس كنفسدو كان نفرشو هي هذيك تنفسدو في المفسدين تنفرشو المفسدين باي طريقه هي باش فهمتيني باش نغنيو نكتبو شي لا دعس الضروره باش ندير نحيد الموسطاج وندير النقاب وفهمتيني وندخل ونجيب شي معلومه راه نديرها، لان حنا دابا حنا كنتحاربوا مع واحد الجدوره اللي هما فهمتيني كبار، باش تحارب مع هاد الجدوره راه خصك تكون عقل. جات الفرصه فين نفرشوا واحد جوج مفسدين واحد جوج صماصير الضمير راه ما يلا خوتي شوف من بعد هاد الشيء هذا راه نتعرضوا لشي حوايج، ولكن كنتمنوا من الله فهمتيني باش تبقاو معانا دائما ومحدنا حنا باقي النفس فينا راه ما نساليوش وما نسكتوش. بالنسبه لداك الناس اللي جبدناهم فهمتني جبدناهم بسوء ولا بهادي كصحافه بي بي سي وكدي سمحوا لنا، لان دوك الناس كبار في عقلهم ما يعرفوا الحيله والخدعه اللي درنا، ودابا راهم معانا حنا رحنا معاكم. وتحياتي لاي واحد كيهضر على هذا الشعب المغربي بالخير وباغي باش يبقى دائما حر ومن الاحرار والحرائر وبيس اند لوف مع دود القريه. وتحياتي لولاد الشعب، اسم الشعب على الشعب عاش لي درويش وصافي. انتم شفتوا اخوتي الفيلم كي داير؟ واش دابا هاد العصابه ولا حكومه ما عرفنا شنو كاين. الله يدير باش يتاوي الخير لهذيك البلاد. وبارك عليكم اخوتي من خليو شويه الله وشويه العبدو، شوفوا بحال داك الشاب راه خوتي راه القهره والحقره كي قال الزعر راه هي اللي كتخلي الانسان يهضر. هذا هو مكان والناس ما قالوا عليك عاش الشاب عاش الملك عاش الوطن عاش الطفولة عاش العالم، ولكن انت الشعب خسر في قراصو. حنا اللي كنتخبوا على هادو، حنا اللي كنرشحوهم باش يوليو علينا افاعي. اولا ما الانسان يبدا من القدم، شي القدم هو راس الحربه، بدا من القدم راه غادي تعاون بالله. نتمنى الله يكون عجبكم هذا الموضوع خوتي. استودعكم الله، السلام عليكم حتى الموضوع الجاي. السلام عليكم، تشوس.